لقطة مهمة جدا 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 بتعكس مش بس مكانة كابتن محمود الخطيب، خدوا بال حضراتكم اللقطة دي أنا ما شفتهاش قبل كده أبدا، يعني أنا تقريبا بشجع وبتفرج على كرة في كل حتة في العالم، كل الدوريات، كل البطولات دولية على مستوى الأندية، أنا ما شفتش اللقطة دي بتتكرر قبل كده، اللقطة دي مش عشان كابتن الخطيب هو واحد من انا بشوفه يمكن اهم اساطير كره القدم اللي جت اللي شافتها عيني على اقل تقدير عشان انا عارف انه قبل كده كان في اسماء محترمه جدا لكن من ساعه ما اتفرجت على كوره يبقى الخطيب بالنسبه لي على اقل من وجهه نظري المتواضع هو اسطوره كره القدم في مصر وفي ظني وفي اعتقادي لو سالت حتى الجيل الصغير اللي ما شافش كابتن خطيب في الملعب لو سالت اللعيبه الكبيره اللي ليها جماهيريه عظيمه جدا في مصر ايا كانت انتماء مش بس النادي الاهلي لو سالت زيدان لو سالت احمد حسن لو سالت حازم امام لو سالت عبد الستار صبري لو سالت ايقونات الكره في ال10 سنه الاخيره مين هو اسطوره الكره في مصر ما اعتقدش انه حد يختلف انه كابتن خطيب لكن تبقى برضو اللقطه دي مش عشان ده اسطوره كره كره القدم ولا عشان هو رئيس نادي الحقيقه احساس اللعيبه ومشاعرها وتسليمها لميدالياتها لكابتن خطيب يعكس قد ايه كابتن محمود قريب من الفرقه وقد ايه اللعيبه بتحترمه وبتقدره وبتقدر كمان الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه كابتن محمود الخطيب لقطه لقطه انا بيتهيالي لقطه دي يعني 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 الواحد لما شافها جسمه اشعر الواحد لما شافها احنا بنحب كابتن خطيب جدا والح والحقيقه كمان الموضوع مش مرتبط بانه ليه مركز او منصب قيادي في النادي الاهلي وانه رئيس مجلس اداره، لكن احنا بنحب الشخص ده روحه وحجم التواضع الكبير جدا اللي بيبان في كل تصرفاته وحجم كبير جدا من انكار الذات الحقيقه في مواقف كتيرة جدا ما جماهير كره القدم الأهلوية بتدي الكابتن الخطيب رغم انه مبطل كره من من سنين طويله جدا أكتر من 30 سنه، لكن ما مشاعر الحب بتتجدد حتى مع الاجيال اللي ما عاشتش وما شافتش خطيب في الملعب. ده الحقيقه بيعكس مكانه كبيره جدا اكدها نجوم النادي الاهلي النهارده امبارح في اللحظه اللي اتسلموا فيها ميدالياتهم وقرروا ان هم يسلموها على منصة التتويج لكابتن محمود الخطيب لقطه اكتر من رائعه ما تشوفهاش غير بس في النادي الاهلي